أعزائي طلب السنة الرابعة، في آخر التصوير الشرح والتوضيح لازم خلال كل اللي هي نشاطات، سواء في اللي هي ستاندينج، في السيتينج، في الووكينج، بدنا نخلي بالنا تماما من اللي هي الأبر ليمب. كيف أنا بدي أحمي اللور ليمب؟ اول حاجه طبعا ما بقدرش اسيب اللور لامب اللي هي وذ ذا جرافيتي، اللي هي بتاثر لنا هنا هوت، وخصوصا لما تبقى في هنا هوت هايبوتونيا هتاثر كتير، وهتعمل لي اللي هي الفورس على الليجمنت هنا هوت، وهتعمل لي سبلكسيشن. لذلك لازم اللي هو لازم اعمل له سبورت لايك ذس للارم، او ممكن اخلي البيشنت تحط ايده في اللي هي الباكت بتاعته like this، أو ممكن يكون اللي هو يحط سلينج like this على الشولدر بتاعه والأرم، مشان ما يحصلش شولدر سبلكسيشن باي ذا افكت اوف جرافيتي. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا كانت اللي هي المصل أراوند ذا شولدر سباستيك، تمام، فحنلاقي اللي هو البيشنت اول ذا تايم وهو عايز يمشي بيمشي لي بالشكل هذا. يعني بيمشي بالشكل هذا، عامل لي ايده بالشكل هذا. وهذا this is wrong، لانه البيشنت هتلاقيه بيتعود على طول انه عايز يعمل لي like this ويمشي لي like this. طب ايه الحل للكلام هذا يا جماعه؟ الحل للكلام هذا باني بعمل اللي هي grasping او اللي هي arm hold like this، بحيث انه يبقى في اكسن بدل ما هو عامل لي هيك، لا بالشكل هذا. وممكن كمان اعمل اللي هي شيك هاند جراسب لايك ذس، اساس يمنع اللي هي السباستيتي بتاعت مين؟ البايسبس واللي هي الفليكشن اوف ذا ريست. فحيكون هنا هوت عندي بالوضعيه هذه ابدكشن في الارم اند اكستنشن اوف ذا البو اند السوبينيشن اند اكستنشن اوف ذا ريست اكستنشن اوف ذا فينجرز اند ثامب لايك ذس. يعني دائما وانا بدي اوقفه بدي اخليه يمشي بهذه الطريقه. امشي يا عبد الله، ايوه بهذه الطريقه، تمام. هذا عشان تو انهبت اور ريدوسينج السباستيتي في الابر لم. طيب هذه طريقه. الطريقه الثانيه بانه احنا اسك ذا بيشنت، لازم اطلب من المريض، ديورينج اللي هي الووكينج ديورينج الستاندينج، بطلب منه بقول له لو سمحت ما تخليش ايدك عامله فليكشن. شو يعمل؟ لازم هو يعمل سيلف كنترول على نفسه، يمد ايده جنبه بهذا الشكل ويخلي ايه اللي هي الارم بتاعته ريلاكس لايك ذس. دائما يتذكر البيشنت باستمرار انه يعمل لي اللي هي ايه اكستنشن اوف ذا البو اكستنشن اوف ذا ريست اند ريلاكسنج في اللي هي الريست والفينجرز، يعني ما يخليش ايده بالشكل هذا. وهذا حاجه مهمه جدا، لانه هاي كمان حسب خبرتي انه مش بس بتنعكس على اللي هي الارم السباستيستي، برضه بتنعكس على اللور ليج والويت بيرينج. كل ما كانت اللي هي هذه ان اكستنشن، ايضا كمان بتكون اللي هي جود ويت بيرينج ان ذا لور ليمب، وبالتالي بيبقى اللي هي نورمال ماسل تون، نورمال ويت بيرينج، نورمال جيت. هاي مهمة جدا ناخدها في اعتبارنا يا جماعة، ما نسيبش البيشنت، ولازم انستراكت ذا بيشنت انه دايما باستمرار لما عايز يعمل ستاندينج ووكينج انه يحط في دماغه. بس هذا بيجي امتى؟ بعد انا ما ادي الانستراكشنز التعليمات بتاعتي، ويحس انه اللي هو ايده بالشكل هذا، طبعا وهو ماشي بالشكل هذا اكستند في الالبو اكستند في الريست والفينجرز والثام، حيلاقي انه في عنده جود ويت بيرنج ان ذا لور، وبالتالي هذا حيكون بعد هيك في عنده جود ويت بيرنج، عنده جود ماسل تون، عنده جود جيت تريننج. ارجو ان شاء الله تكون النصيحه ان شاء الله والشرح والتوضيح ان شاء الله لطلبتي السنه رابعه واضحه، وان يعملوا بها مع مرضاهم حتى ينولوا ان شاء الله احسن نتائج واحسن ان شاء الله ثواب عند الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الدكتور محمد السلطان.